السلام عليكم وأهلا بكم في موجز للأخبار. قتل مدنيان وأصيب عشرة آخرون بقصف جوي من الطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر على مدينة الزاوية. وكان الطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر قد استهدف ظهر الخميس مدينة الزاوية بعدة غارات جوية أصابت إحداها الأحياء السكنية وألحقت أضرارا بالملحقات التجارية، فيما أصابت أخرى الميناء النفطي بمصفاة الزاوية. أدان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الخميس الغارات المتكررة من الطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر على المساكن والمواقع المدنية ببلدية تاجوراء ومدينة الزاوية. كما طالب المجلس البعثة الأممية بتحمل كافة مسؤولياتها والقيام بعملها المنوط بها في ضمان سلامة المدنيين. كما أكد المجلس أن غياب الرادع الحقيقي عن مجرم الحرب حفتر هو ما شجعه على الاستمرار في إجرامه واستهداف المدنيين. أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بيانا أدانت فيه الهجمة التي تعرضت للأحياء السكنية بمدينة الزاوية. واستنكرت وزارة الدفاع في بيانها صمت المجتمع الدولي إزاء هذا الخرق الواضح والانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجرم حفتر يقوم بالهجوم على المدن التي وقفت ضد مشروعه الانقلابي. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا، مشددا على سعي بلاده من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا. جالن أوضح أنه في ضوء التطورات الساخنة في ليبيا قد تبرز حاجة إلى مذكرة تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، ولفت إلى أنه يتم العمل عليها في البرلمان حاليا وأنها ستتبلور على ضوء الاحتياجات. وأضاف جالن أن وقوف روسيا والإمارات ومصر إلى جانب حفتر يقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وفق قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.